اللي هو تحدي دروب يا شباب. اوكي يلا 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 كلماتي كلماتي. Can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living on my. Okay, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، إن شاء الله بخير وياكم. ديكر اليوم يا شباب حلقة جديدة. اليوم يا شباب رجعنا برجعة قوية إن شاء الله، رجعنا رجعة قوية بهاي السنة إن شاء الله حتكون كلش كلش قوية، راح يكون لكم مقاطع كلش كلش قوية. اليوم هذا المقطع قوي اصلا، فلا تنسوا تحطوا لنا لايك وتشتركون بالقناه اذا كنتم ما مشتركين. خلينا نشوف اذا وصل الحلقه اكبر عدد من اللايكات، خلينا نشوف اذا وصل. لا ما احكي لكم، انتم راح توصلون على قد على قد محبتكم لي. يا رب يا رب الله يحبوني، يا رب 20000 يحبوني. اليوم يا شباب عندنا ان شاء الله كلش كلش حلوه، اللي هو تحدي كلش حيكون قوي. حطنا لايك، اي حطنا لايك، اذا ما حطيتنا لايك السكينه قيد التطوير. هاي التطوير راح يكون سكينه قويه كلش، وايد يستهينون بهاي البلاستيكايه، يستهينون والله العظيم والله العظيم. اليوم يا شباب راح يكون التحدي اللي هو دروب الاغراض او صندوق الاغراض. المعرفة يا شباب هذا التحدي، هذا التحدي انا اخترعته، اللي هو تحدي دروب يا شباب. هذا تحدي دروب يا شباب او صندوق الدروب بيه شغلات ببجيه، يعني شغلات هيجي مثلا، ما راح اقول لكم شنو الشغلات الداخل، بس ان شاء الله راح يكون التحدي انه اذا قتلنا واحد ببجي نفت ناخذ شغله من هذا الدروب. فحيكون تحدي كلش كلش حلو وبيه حماس كلش قوي. فشوفوا الدروب يا شباب، شوفوا شوفوا. اوكي اوكي يا شباب، طبعا هاي السنه اللي راحت حاب اشكركم اللي انه وصلنا عدد كلش مو معقول، كسرنا اليوتيوب يجي بشهر واحد، اي كسرنا اليوتيوب يجي محيناه 150 الف متابع بشهر واحد. شكرا لكم يا شباب، ما ارد اطول عليكم. يلا يا شباب خلينا نكمل التحدي. يلا 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 يلا. ويت ويت، هواي راح يسالوني على المسابقه. المسابقه يعني يا الما تستحي تسولك متابعه بس ما نشرت المسابقه. لا اوقف اوقف، المسابقه راح تنشر بس لان كنت مسافر ما قدرت انشرها. هذا انستغرام مالتي اللي هو هذا نفسه، هان منها تاخذ صوره وتضيفني، منها انا تضيفني، ايش تكتب بالبحث هذا الاسم وراح يطلع لك. روح سوي لي متابعه يا شباب وان شاء الله باكر بالليل راح يكون السحب. ما ارد اطول عليكم، يلا خلينا نبلش. يلا يلا يلا. ها شنو هذا سكن جديد لك؟ انا صار لي سنه ما طاب للعبه لك، شنو السالفه خوي؟ صار لي من 2018 ما طاب للعبه. لا لا هاي التحشيش العراقيين كله يستخدمها من الطبل 2019، فالمهم ما لنا علاقه يا شباب. اعتقد فكرتوا باللي دا افكر بيه من شفت سكن جديد، شفت شداتي هم فكرتوا بالتفكير مالتي. السلام عليكم يا شباب. ها خوي ها 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 شفطت؟ تعال نتبادل باللبس تعال. اوكي يا شباب بقينا مصاليخ الحمد لله والشكر، خطونا خطه معدله عادي، انا شركه ببجي كلها تقطني بقت على هاي. اكو عرب بالطياره، اي اكو 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 عرب بالطياره حبيب، اي اكو 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 عرب بالطياره. ان شاء الله تكون فاضي هاي، خلينا ننزل كرفانات يا شباب. هوبا الكرفانات الى منطقه لوت مليان لوت مليان لوت مليان. يعني نزلتي غلط يا شباب، انا بدي واخذ لي الواهس بالحكي وما ادري شنو، ما حاوصل الكرفانات الحمد لله والشكر. اكو اثنين جوايه اعتقد راح اوصل. يب يب هذا اول من حنزل حتى لهذا الجو. لا 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 بدعت امك بدعت امك بدعت امك بدعت امك بدعت امك لك بدعت امك لك بدعت امك. اوكي يعني متت، بعد دمي واحد يدفن عليه يموت. بابا بابا يلا ايش يسوي هذا؟ موت لك لك موت. قتلنا واحد يا شباب الحمد لله والشكر. هسه راح نفتح او نطلع شغله وحده بس خلينا ناخذ شويه. اوكي خلنا نفتح. اوكي بما انه قتلنا واحد اكيد راح نطلع شغله من الدروب هذا العملاق. شوف دروب عملاق يا شباب، حتى مو مربع مستطيل، فراح نطلع شغله بدون ما ادري اني. ثواني اوكي طلعنا شغله، راح نحطها هنا وننزل الدروب. اوكي اوه ماي جاد يا شباب شوفوا. شوفوا يا شباب شنو هذا؟ اسوي فوكس يا اخي. المهم يا شباب اكيد عرفتوا شنو هذا، اللي هو الكار بس عليه سكوب. هذا السكوب ايش قد؟ اكتبوا لي بالتعليقات هذا السكوب ايش قد. المهم هاي عاديه ان شاء الله عاديه. المهم هاي البدال اقدر اعلقها بالمفتاح من الباب، فاوفنا من هذا كل شيء نرجع للجيم. لك يلا دبسيه بعد بس دبوا عدم يا شباب. اوكي حننزل مطارات هالمره، لا هالمره راح نكتل
بالنهايه ايش كم واحد كتبنا راح نفتح الاغراض هالمره يعني فهمت قصدي. هذا الطياره عمي تقرا الله مطارات يلا لك زلم. ذاك الجيم كتبنا واحد مثل ما قلت لكم طلع ان هاي الشغله الحلوه اللي هو الكار. اوكي هسه نشوف كم واحد حنقتل. يلا يا ولد يلا. طبعا اذا قتلنا واحد ونفتح وحده نروح هيك راح نطول مليون سنه. فحكتل هواي يعني كم واحد قتلت بهاي الجيم لحد ما اموت افتح الشغلات يعني. اوكي هذا واحد. اوكي صار دروب صار ترى تحت امكم سلاح. اوكي يلا كلماتي I'm a hero. انا البطل يا شباب. يلا اللي بعده السريع اللي بعده. نشرب بين كيلر على السريع. يلا يجي حماس يلا. لكم جايكم والله دبسي زي انتم جايكم. اوكي تذكرت انه هاني حاطه سنجل. ولا تحرك ان جايك يا ولي ولا تحرك من مكانك يا بنت الله. يا بنت الله لا تحرك هنا جايك يا ولي لا تحرك. لا خلينا نفتح صندوق خلينا نشوف شكو هذا الصندوق او نطلع شغله من داخله. اوكي باوع ثاني انا لازم اباوع بس المهم طلعنا شغله حلوه هنا ثواني بس خلينا نخلي هنا دروب. اوكي شنو هالشغله هاي جاهزين؟ واحد اثنين ترى باوع يا شباب شوفوا شنو هذا؟ منو ما يدري شنو هذا؟ هذا يا شباب اكثر شيء ما اشيلها باللعبه. اي هذا ودائما اتورط خاصه من يكون زون ورايا واني ما عندي بنزين وتوقف السياره. بس شوفوا هذا البنزين راح يفيدني. ما ادري وين اعلقه صراحه بس راح احطه يم الكار هسه. اوكي فتحنا شغلتين لحد الان بعد باقي انه هواي شوف الله. الله بعد باقي شغلات هواي. المهم يا شباب نروح انذر جيم ونرجع. اوكي طبعا عندنا ماب سان هوك. ماب سان هوك من اكره المابات عندكم يعني ما تحبون الماب هذا. ما ادري صراحه ليش بس الماب ترى كلش حلو وصغير يعني وبيك اللات هوايه. ما ادري اسوي هجين وهاي التعليقات يكتبوا لي انت نوب ما ادري شنو. ترى تارك اللعبه 8 ايام صار لي. اي يعني حتى يعني ناسي اللعبه كلها حتى ناسي التكتيكات وهاي السوالف فاستحملوني شويه. يلا بوتكام يلا شباب احلى بوتكام واحلى قائد الطياره اني. والله اني شيء مره بطل يا شباب بس ما حد مكتشفني. نازل اخويا نازل بوتكام نازل يا ولد. اوكي هذا الجيم ما راح يقلكم لنا لان اصلا ما اريد افوز اني بس اريد اجيب كلات علي اريد اخلص الصندوق. يلا يا ولد يلا احلى كلات واحلى شباب واحلى بوتكام. واحد اثنين هذا الثالث حننزل منه انا خوي انزل عاد انزل خوي انزل. اوكي واحد بصفي ها خوي هالراي خوي شنو لك شنو قبالك لك شنو قبالك قلت لكم كأنه ضايع عليه شويه. ترى هنا أنا علقت فهنا أنا هم علقت. حرامات والله ما جبت ابو طاير الجاية. والله مقللين القوم اليوم بي. وات هذا منين ضربه؟ اقول لك هذا منين قتله؟ الله علي هون شنو؟ اوكي شفته موت لك. والله ناسي اللعبه يا شباب وربي دروني اذا يعني حتى تكتيكاتي تكون غلط بس يا اكو واحد اكو واحدات مو واحد. جايكم ولا لا تحركون جايكم. اوكي اكو اثنين جوا يمكن لبسي زين والله العظيم. هذي ماكو زلم خلصوا الزلم. شلون ما مات شلون؟ اوكي شباب هسه اعتقد راح افتح الدروب كله يعني تعال هذه لو انا تحدي بس
شوفوا يا شباب هذا دروب، طبعا دروب كلش قوي شوفوه والله حلو. اوكي هنفتح شي شي، يلا واحد وحده. اوكي اوكي عندنا هاي الشغله يا شباب. اوكي شنو هاي؟ شنو هاي الشغله؟ ما حد يدري؟ خليني ادريكم اني. شوفوا يا شباب هاي الشفقه ليفل 3. شوفوا يا شباب هاي الشفقه ليفل 3 تنفتح وتنسد يمكن. اي والله شوفوا تنفتح وتنسد يا شباب. ها ان شاء الله حلوه. شفقه ليفل 3 بها سكن، ما ادري يصير فوكس ما ادري ليش. اوكي صار عندنا 3 ميداليات، هاي وهاي وهاي. شوفوا هذا 3 ميداليات والله شيء حلو. نقدر نعلقهم بالمفاتيح، ما ادري شويه 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 شغلات نقدر نسويها. عندنا بعد ان شاء الله كلش كل فتحنا ان شاء الله واحده نقدر بعد نفتح. عندنا 5 كلاتنا نقدر نفتح بعض الاشياء. هاي ان شاء الله كلش اسطوريه حلو. منو ما يدري هذا الشيء شنو؟ انه الريد بول يا شباب. شوفوا هذا ريد بول. بس ليش شيء مو كبير؟ مو مثل ما الببجي هذا. اوكي ان شاء الله اللي بعده، ان شاء الله اللي بعده. شوفوا دقيقه خلينا نطلع لكم دروب هيتشون نفتح. اوكي ان شاء الله اللي بعده بم. شوف يا شباب وينر وينر تشيكن دينر. كنا نعرف هاي شنو يعني. بعطاوة يا شباب، باعوا هاي 3 دي والله حلوة. شوف حكو بيضة هنا جوا. اوكي وهنا دفتر تقدر تكتب بيه مذكرات او مو مذكرات. يعني اخر مرة كتبت مذكرات من كنت بالثالث ابتدائي، كتبت لحبيبتي يا شباب واللي زبتني امي كتلتني الله وكيكم. كتبت خليني احكيكم هاي السالفة يا شباب. كتبت من كنت بالابتدائي كتبت على اساس لحبيبتي، كتبت الرسالة خوش وخليتها بالشنطه. امي جت تدور على كتاب مالتي وشافت الرساله ما سالت ايش كم صار. اوكي يا شباب لا حد يسوي هالحركه. اوكي يا شباب هذا الدفتر. اوكي ان شاء الله اللي بعده بعد بعد اكو شغله متاكد انا اكو شغله. لا ايدي وجعتني والله. شوفوا يا شباب شوفوا هذا الشيء اللي هو منو ما يدري شنو هذا، ما ادري ايش تسميه انتم بلهجتكم، ما ادري كل واحد يكتب لنا بلهجته شو يسميه هذا. نسميه بالموصل كبوع او قبع. اي قبع. يلا شباب خلينا نلبسه. اوكي نلبس هذا، نلبس هذا فوقه. هسه صرنا تمام يا شباب. اكو بعد شغله اخيره اللي هي شغله حلوه، شغله اسطوريه، شغله بشده. تان تان تان. اوكي هذا دروب صار فارغ يا شباب. شوفوا دروب صار فارغ. اني اشوفكم هاي الشغله يا شباب. جاهزين؟ جاهزين؟ واحد اثنين بام. تي شيرت ببجي يا شباب، خلينا نروح نلبسه ونجيكم. شلون بس يا شباب؟ والله حلو شويه، هو شويه حلو. اوكي. ثاني شيء نصر دن، ثالث شيء اللي هو كبير، كبير شوف كبير شوف. نوعا ما كبير، ونسيت اشوفكم شغله ثالثه او رابعه وما ادري ايش كم اغراض صار لنا. عندنا اغراض هوايه، عندنا هذا، عندنا هذا، وعندنا بني ثلاثه، والله شغلات هوايه. اوكي والشغله الرابعه اللي هي هاي لايت لزق على الجدار هيجي، يعني نقدر نشوف كل شيء. فخلنا نزع التيشيرت لان ما احب البس ابيض اصلا انا. اوكي هاي الحركات يعني مال السوالف هاي مليون. اوكي شباب هناك وصلت الحلقه، اتمنى عجبكم الفيديو، اتمنى عجبكم التحدي هذا البسيط. يعني ردت اشوفكم الاغراض اللي جتني هاي بس بصوره احلى او حركه احلى. فهناك وصلت الحلقه، اتمنى عجبكم الفيديو، حط لنا لايك واشتركوا بالقناه اذا شفتوا ما مشتركين. كان معكم محمد الديقري، في امان الله. Peace out. Bye-bye.